في ناس اللي بيهز إيمانها لما هي تمر بوقت صعب، أو كمان في الوقت الصعب لما تشوف ناس أتقياء بيمروا بوقت صعب. أنا بلاقي ناس كده تهزت لما يشوفوا كده ناس أتقياء بيمروا بوقت صعب يتهزوا كده في إيمانهم. زي عارفين أساف في مزمور 73، ده كانت أزمته إنه يا رب أنا شايف الأشرار جحظت من الشحم عيونهم، ليس في موتهم شدائد، وأنا شايف المؤمنين يعني لا بيمروا بتجارب، أنا حاسس إني أنا باطلا زكيت بالنقاوة يدي وزكيت قلبي باطلا وغسلت بالنقاوة يدي. دي كانت أزمته لغاية ما شاف الحقيقة وقال أما أنا فالاقتراب إلى الله حسن لي، لا أنا أقرب منك. ففي ناس اللي بيهز إيمانها، إزاي الناس الأبرار دي تمر بالأوقات دي؟ إزاي؟ عارفين سفر أيوب أول إصحاح فيه يقول كتاب كده يشهد إنه أيوب كان رجلا كاملا ومستقيما بار وتقي. صوروا الرجل ده عنده 7 أولاد وثلاث بنات، كل يوم بيقدم محرقات على قد عددهم. يقول أحسن حد فيهم يكون جدف أو أخطأ في قلبه ناحية ربنا. رجل بار. بعدين الناس بصوا لقوا كده إبليس ضربه في 3 محاور يقطموا الوسط ماديا، بقى على الحديدة، بقر وغنى كله مات كله، نفسيا فقدان 7 أولاد وثلاث بنات وألم من الفراق، جسديا انضرب. فأصحابه من كتر ما هم مش مصدقين إنه ممكن واحد بار وقديس ينضرب الضربة ديت، هم عايزين إيمانهم ما يتهزش في ربنا، أحسن مش معقولة شخص بار أنت تسمح لإبليس يضربه الضربة دي. فقالوا يبقى أكيد أيوب ده أخطأ. كتاب يشهد عن أيوب. وربنا يقول لهم لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب. وتصوروا العهد الجديد نفسه يأكد في رسالة يعقوب، يقول اتمثلوا في احتمال المشقات بالأنبياء اللي نادوا بكلمة ربنا، إنه ربنا بيطاوب الصابرين، قد سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. راجل بار، راجل قديس، مخافة ربنا في حياته، وربنا يسمح إنه إبليس يضربه الضربات ديت. عشان كده في ناس بتتهز إيمانها بيتهز. عارفين زي لما في ناس وهي بتبص على ماجدة مامة القسيس محب، قالوا زي الست القديسة دي تمر بكل ده في حياتها، ما مش معقول يعني تفقد ابنها وبعد كده كان ناقصها كمان الكانسر، يجي لها كانسر وينتشر في جسمها، وأيام من الألم والمسكنات والتعب، معقولة تمر بكل ده؟ مش معقولة. وناس توقف كده بصوا إيمانها يبقى مهزوز، في يقولوا بصوت عالي، في مكسوفين إنهم يقولوا بصوت عالي. بس عارفين هقول لكم على حاجة، ونفسي كده ربنا يطيب قلبنا كلنا لأنه جاي يقول لنا النهاردة لا تطرحوا ثقتكم. عارفين أيوب يا جماعة كان ممكن يعيش حياة سعيدة لطيفة جدا، عنده عياله بقى 7 أولاد 3 بنات وأحفاد بقى، والأحفاد يجوا بقى يقولوا له جده يلعبوا معاه، عارفين هو بقى يوطي كده وياخدهم على ظهره يلعب معاهم، بعدين يموت كده بشيبة صالحة، حياة جميلة مش كده؟ زي ما مؤمنين كتار عايزين يعيشوها، مؤمنين كتار هو ده اللي عايزين يعيشوه، يخلفوا ويشوفوا أحفادهم ويبقى ربنا كده بس ساترها عليهم ويمشوا. ربنا بص لأيوب وقال له أنت بار، أنت قديس، أنت كامل، وعشان كده أنا مرضلكش تعيش الحياة العادية اللي للأسف مؤمنين كتار عايزين يعيشوها. لا يا أيوب، لا مرضلكش إنك تعيش بتأثر في دايرة من 7 أولاد وثلاث بنات وأحفاد، لا ده أنت رجل بار، ده أنت قديس. أيوب، اللي أنا بعمله في حياتك من خلال ضربة العدو هخليك مش أب ل7 أولاد و3 بنات، هخليك أب لأجيال وأجيال وأجيال.